لا سمايل. احلى صوره هي الفيك سمايل، احلى الفيك شيء في سمايل دي لازم السناب تكون موجوده في كل الصور. واليوم مع احلى صور تشبيهيه حنشوفها في اخبارنا، واحلى صور وامثله ونماذج مع ضيوفنا. قبل هذا كله وقبل ما نتعرف على اي شيء، نمسي عليكم بالخير وحياكم ساعه شباب على روتانا الخليجيه اللي دائما بيتصدر اهم المواضيع الشبابيه من حول العالم عشان نواكب ونتعايش. بعد ما مسينا عليكم مساء للميه، مساء النور عليك طراد اكيد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا. حلقه جديده وايضا فقرات جديده ومختلفه، راح نستمتع اليوم كثير مع بعض وايضا راح نستفيد. وانا اتوقع انه يعني يا جماعه سمعت امس الاخبار انه الاسبوع الجاي خصوصا في المناطق الشماليه راح يكون فيها جليد، فحاولوا انكم تدفوا نفسكم من الفتره هذه وترتبوا نفسكم على الاجواء اللي داخلين عليها. وانا حاسه صراحه بالجليد من اليوم، ما اعرف ليش، هو نكس فيتامينز ولا المكان بارد؟ لا لا لا، الاستديو بارد ولا ايش بالضبط؟ حقيقي مكيف عندنا اوفر. قبل ما تدوروا على البطانيات والسكارفز والالحفه، احنا نشوف التقرير ونرجع نكمل سوالفنا اليوم. اليوم في ساعة شباب، مخترع سعودي سخر أفكاره في صنع حلول تخدم الإنسانية. بدائل السكر والحلويات الطبيعية مع أخصائية التغذية وجدان البرادعي. بروجكت بايت، مشروع بأيدي شباب سعودي. وفي الأخبار، فيديو المتزحلق اللي أضحك 50 مليون مشاهد. أطرف ردة فعل لحصانين فاجأتهم عاصفة ثلجية. كل هذا وأكثر في ساعة شباب. طبعا كانت معنا هذه ابرز العناوين لحلقه اليوم، ولكن راح نبداها بسؤال الهاشتاج. اليوم راح نعرف اغلب مشاكلكم دائما بتكون عن ايش؟ قبل ما نتكلم عن اي حاجه، والمعروف دائما انه دائما مشاكلنا تكون عن شاحن الجوال، عن السماعات، عن الاكل، عن ايش كمان تراد؟ عن السياره، عن ايش كمان؟ والله انا ما بنام كويس، عندي مشاكل في النوم. عندك مشاكل في النوم؟ الاجوبه مختلفه. عندك مشكله متاكد في وجبات الاكل؟ وجبات الاكل عندي بس ما لا ما بتكون في مشاكل كثير. لا لا دائما مضبوط. لا ابدا بالعكس، ما احب احد ياكل منها صحني. يقول لك انه كل ما ما حد بيشاركني الاكل ابدا، لانه كل ما زاد حبك لحاجه تزيد المشاكل والعقبات فيها. فما شاء الله عليك. واو حبيت بلاي كيف حبيت خطط هيك من وين يعني خطط. من وين جاك؟ ما شاء الله ولد مين انا؟ لا اسمع خلينا نطلع هاشتاج احسن، نروح نشوف ردودكم على الهاشتاج ونرجع نكمل معاكم. طيب ناخذ اول رد معاكم من هاشتاج دايم مشاكلنا. بتقول نجله للاسف من صراحتنا مع الناس، الحين لما تقول الصراحه الكل يزعل عليك. يزعلوا ايش يعني؟ انا خليهم يزعلوا، اهم شيء انت صريحه وراضيه عن نفسك. صحيح. طيب عدنان ايش يقول؟ مشكلتنا اننا نسمع عنك ولا نسمع منك. الله سلام. الله يا عدنان، هذه صاحبة الدقة استلقى. السنافية تقول أغلب مشاكلنا وخلافاتنا ستختفي تماما لو تحدثنا مع بعضنا بدلا من أن نتحدث عن بعضنا. الله عليك يا السنافية. وبرضه صاحبة والله يطربوني أنا يعني. قاعد أقول شاحن وسماعة جوال، طلعت في مشاكل أكبر يا طبعا. سمحة تقول بسبب ردات فعلي العفوية ولطافتي مع ناس ما تستاهل تصير لي مشاكل توجع القلب. يا جماعة سلامة قلبك يا سمحة. مشاكل إيش في؟ ليه كذا الناس كلها عندها مشاكل؟ هذا كلام كبير والله. عائشة ايش تقول؟ دائما مشاكلنا ما بين سوء الفهم وسوء التصرف وسوء الظن تلاشت اعمق العلاقات. فعليا نحتاج النظر لعلاقاتنا وكيف نتعامل مع بعض. صفقنا حصل خير. عجبتني. سراج الغامدي ايش يقول؟ دائما مشاكلنا من عدم ترك الناس ما لا يعنيهم. والله بتطربوني بتغريداتكم صراحه. طبعا لمو تقول انا بنعطي الشخص اننا بنعطي الشخص اكبر من حجمه، والمتضرر الوحيد نفسيتنا. والله مجروحين. أيوة الناس التغريدات اليوم. ايش اللي مزعلكم يعني؟ لازم نعرف حقيقي ليش. ترى الدنيا ما تستاهل هذا كله، لا تزعلوا نفسكم، بالعكس عيشوا حياتكم وانبسطوا. وبالنهايه كل يعني ايش نهايتنا؟ راح تكون الموت. فاتنة الظل ايش تقول؟ غالبا بالقيل والقال، واحيانا يكون كبرياء وكرامه. حلو. الله. احنا استعرضنا مع بعضها، كان هذا اخر تغريده طبعا، استعرضنا مع بعض الافكار اللي شفناها واختلفت.
منها المهم ومنها عادي وجدا بسيط ومنها يعني متوسط في الفكرة. لمية قالت حاجة مرة مهمة، يا أخي أنا كانت مشكلتي في يعني سماعتي ولا شاحني ولا غيره. ترى لمية مرة مغلط، اللي قلتيه مرة صح. أيوة عارفة ليش؟ تعرفي ليش؟ لأنه كون إنك أنت بتنشغلي في حاجة تهمك كإنسانة، إيش ما يكون الشيء إن شاء الله زعلانة وخصلة شعرك هذه بتلف غير عن الثانية. هذه بحد ذاتها نعمة من رب العالمين. ليش؟ لأنك ما انشغلتي في أحد ثاني عشان تتكلمي فيه أو أنك تضريه أو أنك حتى تضايق نفسك في اسمها. في الأخير الإنسان مشغول في نفسه، متلهي في حاله، في الوضع اللي بغير. هذا جزء من تطوير الذات، حتى لو كان شيء بسيط. فعليا ممكن الناس تضحك تقول عمك إيش قاعد تقول. هذا الواقع، فكر في صحيح. نفسك أولا واستمر. عارف أكبر غلط واللي يمكن كثير من الشباب والبنات تحديدا ما بيعوه، وهو أنهم يتكلموا في الآخرين بدون أي مصداقية ولا صحة في الكلام، بمجرد أنهم مثلا يهايطوا بينهم بين بعض، ممكن يكذبوا، ممكن يكونوا هم الأشخاص اللي يعني ما في زيهم في الدنيا. على إيش يكون؟ على نهاية أو على بسبب إيش اسمه أطراد، يعني لما أحد يسوي شيء على حسابك، يعني على حساب ظهرك، على حساب سمعتك، على حساب شرفك في النهاية. عرفت؟ ففي النهاية يعني هذا أكبر غلط أتوقع الناس ممكن يسووه، أو شو البنات تحديدا بدأوا يسووه، هذه بتصير عليها مشاكل جدا كبيرة وظلم في المرتبة الأولى. صح، المشاكل الاجتماعية بتكثر مؤخرا، وهذا شيء أبدا مو مستغرب، شيء متوقع بشكل يعني بديهي. ليش؟ لأنه علاقاتنا الاجتماعية صارت إلى حد ما سطحية، صار كل واحد مهتم بجوال، كل واحد مهتم كيف يرسل رسالة للثاني، السوشيال ميديا، إنه يتابع ناس لا يستحقون المتابعة، وبيبدأ في غسيل لأفكارهم. بتصير علاقتنا من خلال التكنولوجيا، which is ما بنتعرف على الشخص حقيقة اللي بيكون المفروض إنه هو صديق لنا، فبالتالي بيصير في سوء فهم مس اندرستاندينج لايتش اذر. ما راح نطول في هذا الموضوع، ان الناس اوعى من كذا وراح يفهموا اتوقع مع التجارب والخبرات. لا يعني حقيقه الموضوع يحتاج كلام اكثر من كذا، ولكن يعني الناس ما راح تصدق ولا تسمع الا بعد ما تجرب بنفسها وتمر بخبرات وتمر باشياء في حياتها كثير تصير لهم بعدها، بعد هذه المواقف ممكن يتعلموا. ترى مو من الكلام، لانه مهما تكلمنا ما راح يسمعوا مننا بالنهايه. التذكير برضه مهم، اكيد لتجديد المعلومات مو أكثر. بس إحنا عندنا أيضا انتقالة ثانية وموضوع مختلف تماما، برضو حينمي عندنا مهارات مختلفة. أكيد طبعا الموضوع مهم، لازم الكثير أنهم يتعلموا ويستفيدوا منه. معانا اليوم مخترع سعودي سخر أفكاره في مجال الاختراع، وقدم عدد من الاختراعات المفيدة واللي بتكون دائما في خدمة المجتمع. برامج ابتكارية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وهذا اللي حنحتاجه خلال العشرين السنة الثانية، إنه نجهز نفسنا إلى أن نوصل ل 2030 أو ما بعد 2030، وكيفية استخدام التقنية بالشكل السليم. ريان عطار مخترع صائد، حياك الله يا ريان، مشرف منور. أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية. وسعيدين جدا جدا مهندس ريان أن أنت موجود معنا، مسعيدين يعني. أنا لا أسعد والله، لي شرف بالعكس. وعندنا أسئلة كثير مرة على حكاية صناعة الذكاء الاصطناعي بشكل عام، لأنه مو الكل يفقه فيها ولا الكل يعرف أنه هذا هو مستقبلنا فعلا. إن شاء الله. وفي إحصاءات ودراسات بتقول أنه خلال 20 سنة تقريبا أو 30 سنة راح تنمحي تقريبا أكثر من 70 وظيفة مهمة كانت مهمة. صحيح. وحيستبدل مكانها حاجات ثانية إلكترونية. مظبوط. فنبي نعرف بداياتك، هل كانت بسبب هذه الفكرة ولا كان عندك أفكار ثانية؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية كانت بدايتي من أنا عمري 12 سنة تقريبا، كنت لسه يا دوبي داخل ولا متوسط، كان حلمي أن أنا أسوي روبوتك. حلو. هذا حلم كذا من أنا طفل، نفسي أن أنا أسوي روبوتك. كنت يعني مولع صراحة بأفلام الكرتون، كنت أتفرج عليها. هو زمننا كان زمن فيه له هذه الأفلام الكرتون كانت شادة حيلها، وخصوصا في موضوع الروبوتك. فنشأت أن أبغى أسوي روبوتك، كيف ايش الشيء اللي لازم انا امتلكه من مهاره عشان اقدر اسوي انا روبوتك خاص فيه حق ريان، هو اللي سواه بنفسه. فصرت افكر اقول انه احتاج ان انا اعرف اربط الكمبيوتر بالاجهزه الالكترونيه، هذه كخطوه اولى عشان اقدر انا اسوي بعد كده الروبوتك الخاص فيه، لانه اي روبوتك من خصائصه انه في له برمجه عن طريق الكمبيوتر. صحيح. فاخذت اول دوره، كانت مع دوره خاصه، كانت مع واحد مهندس اسمه ماهر سنبول. هذا المهندس صراحة
اعطاني دوره في كيف اني انا اقدر اشغل اجهزه كهربائيه والكترونيه واتحكم فيها عن طريق الكمبيوتر. وكانت من هنا البداية. كانت هنا البداية. طب دائما مهندس ريان بنقول انه الحاجه ام الاختراع، فعند احساسنا بمشكله معينه بنحاول انه نلاقي اختراع او حل معين لهذه المشكله. فهل كانت اختراعاتك اللي قدمتها في الفتره الاخيره كلها نابعه عن مشكله معينه؟ شوفي، الابتكار بيطلع من جزئين. عشان يكون عندي ابتكار، عندي لازم يكون في عندي جزئين مهمه تكمل بعض. اول شيء يكون في اشكاليه او قضيه نحن بنحاول نحلها، ويكون في تكنولوجيا او تقنيه استخدمها عشان احل بها المشكله دي. هذا من وجهه نظري انا كمهندس الكتروني. فاليوم في بعض الناس عندهم اشكاليات وعندهم بعض الافكار وبعض القضايا اللي بيحاولوا يفكروا في حلول لها. صحيح. وفي بعض الناس اللي عندهم التقنيات ويعرفوا كيف يستخدموا التقنيه وكيف يشغلوها، ولكن يحتاج بس ان انا اربط بين هذا الشخص وهذا الشخص. وهذا فعليا اللي نحن جالسين نسويه. عندنا تعلمنا كثير من التقنيات، سواء كانت كهرباء او الكترونيات تحتاج الى تطبيق او ميكانيكا. وصرنا نحاول ان احنا ندور على نستقطب هذول الناس اللي عندهم بس مجرد افكار، ما هم مهندسين، ولكن هو مثلا اي شخص عنده اي فكرة. لتطوير شيء معين، صاحب فكره. وممكن تكون الشيء المشترك بيني وبينه وهي تكون فكره تقنيه. وهي كمان الاساس، اساس اي امر عشان ينجز بالشكل السليم هو كل الناس تفكر وكل الناس عندها افكار، لكن مين اللي ينجز؟ فاجتماع الاثنين مع بعض، اجتماع الاثنين مع بعض بيكون زي ما تقول هو ثمره انتاج مره قويه. وبنشوف احنا على ارض الواقع، لمية قالت حاجه انه يعني احساسنا بمشاكل معينه بيوصلنا لمرحلة نتطلب انه نخترع حاجات كثير. واحد المشاريع اللي لامست ارض الواقع عندنا في مشاكل اختناق بعض الاطفال، اطفال المدارس في الباصات بسبب نسيانهم في الباص، هذا هو كان مشروع الباص الذكي. يعني حقيقة نشكرك بعمق. الله يعطيك العافية. طبعا هو المشروع كانت ولادته في ابريل 2016، كانت من هنا ولادة الفكرة. كنا نشوف يعني سمعنا حادث حادثين ثلاثة، بعدها قلنا لا احنا طيب يعني هذه مشكلة ما يحتاج لأحد يجي يوصل يقول لا انا هنا عندي، انا هنا في عندي مشكلة ابغاكم تحلوها. لا، نحن شايفين المشكلة امامنا. والمشكلة ما هي انه مثلا بتخفف مثلا تخفف راس مال او انها تجود تحسن للوقت او انها، لا، هذه مشكلة بتقضي على حياة انسان. صحيح. يعني اذا حصلت انتهت مصيرية حياته. خلاص ما فيها مصيرية. وبعدين هو رايح للمدرسه، المفروض ان هو رايح لاقدس مكان، يعني رايح لمكان يتعلم فيه صرح تعليمي. فلما تحصل هذه حادثه في مكان زي ده، في باص رايح يودي المدرسه او جايبه من المدرسه، فسبحان الله الواحد يعني خلاص يبدا يفكر في حلول سريعه كيف انه يوظف التكنولوجيا عشان يخدم هذه الفئه. فمن هنا بدات الفكره بس مجرد انه هي يبغى لها تطبيق، سواء كانت التكنولوجيا اللي استخدمناها عشان كيف انه الباص بشكل آلي يصطاد اي احد يكون متواجد داخل يكون منسي مثلا داخل الباص، فيعطي انذارات انه انذارات محليه او انذارات عن بعد. هذا الجهاز عباره عن سنسور، يعني يشوف اذا في اي، هذا هو نظام الكتروني متكامل. يبدا بحساسات الحركه، حساس التواجد، حساس التنفس. وبعد كده بيعطي اشارات بعد ما يتم اقفال الباص وخلاص السائق يخرج من خلاص انتهي، المدرسين كلهم يخرجوا ما في ولا احد، فيبدا سيستم يشتغل. بس السياره بتكون مقفله، ايش مش مصدر الطاقه عشان يشتغل؟ هو بيشتغل طبعا على تيار بسيط جدا، بياخذ من تيار البطاريه حقت الباص وبيمسك خلاص فيه وشتغل. خلاص شغال عليه. طبعا هو بياخذ فتره مثلا 10 دقائق ربع ساعه الى ما يتاكد من خلو الكابينه من عدم وجود اي احد، بعد كده خلاص هو بيقفل مباشره. جميل. الفكره حقته انه انا مجرد ما اقفل السائق يقفل الباص، في حساس في اخر الباص، في اخر كابينه الباص، لازم السائق بنفسه معاه ميداليه خاصه يروح لاخر الكابينه، لاخر المقصوره، ويعمل عمليه تعريف الي، بعد كده يخرج. مرور السائق هذه اول خطوه. حيشيك. مرور السائق هو لحاله، انا كيف حعدي من الكابينه هذه كلها ومن هذه الكراسي من غير ما انا اشوف اذا كان في احد؟ فرضنا انه هو ما شاف، ايش المشكلة؟ فانا باجبره السائق، اذا السائق ما سوى هذه العمليه فعلى طول بيروح انذار الى جوالات المسؤولين. اوكي. انه ترى السائق ما قام بعمليه الفحص. هذه اول مرحله من مراحل الحمايه. رقابه، حلو. هذه اول مرحله من مراحل الحمايه، المرحله الثانيه انه انا بقدر افحص حركه الباص في اول 5 دقائق، اذا كان في احد متواجد كحركه
او لا، بعد كده بتقفل عمليه الحركه لانه من الطبيعي انه سمارت. المرحله الثالثه والاخيره انه يكون في شخص متواجد داخل الباص، وتشيز هو ممكن يكون نايم وقاعد يتنفس بس انه ما بيتحرك. فهنا حساسات الحركه ما بتشتغل، في حاجه اسمها حساس تواجد بريزنس سنسور، هو بيكون متواجد، بيكون في منه مثلا عينه داخل الباص، فبتعرف اذا في نفس او في شخص متواجد، حراره شخص متواجد داخل الباص بتعطي على طول. النارات على طول. ايوه طبعا، بس انه هذه تاخذ وقت، تاخذ يمكن من بس جربتوها طبعا مهندس ريان، لانه في حراره الشمس اوقات ممكن تعمل ديستركشن على ال لا هو الحساس هذا شويه سمارت فبيعرف. اوكي ممتاز. فهو طبعا احنا اخذنا الحساس عشان وعملنا له كومباتبل مع السيركت اللي نحن يعني. طيب يعني السؤال الاهم في هذا كله، كم اخذ منكم وقت التنفيذ، وهل فعلا كانت التكلفه غاليه انكم تطبقوا هذا المشروع ولا لا؟ طيب لا، هو التكلفة الحمد لله ما واجهنا مشكلة في التكلفة. أنا في شركة كنت أشتغل معها هي تبنت الموضوع. ممتاز. شركة تابعة لمجموعة شركات بنزوما، هي اللي رعت الموضوع ماليا صراحة، وصرفوا على المشروع كالبحث والتطوير حقه إلى ما أصبح. أعتقد أهم خطوة كده انتهت منها أنك تلاقي مستثمر. إني ألاقي أي شخص هو صراحة استثمر أي في الفكرة. والآن صار في باصات جاهزة، وفي الآن عينة في بعض المدارس، ثلاثة مدارس الآن صار فيها النظام خلاص، اوريدي باصاتها راكب فيها. ولكن المراحل كانت يعني ماشيه صراحه بالتدريج، لانه نحن ما يعني اول فيز عملناه من المشروع ما كان مثلا في له تطبيق على الجوال، ما كان في له تراكنج سيستم. كنا لما نروح نقدم المشروع ده للمدارس، في بعض المدارس تقول لي طيب هو في انا عندي مشروع ثاني في له تراكنج سيستم، فايش رايك انت كمان تضيف النقطه هذه عندك؟ بيعطوك افكار يعني، بيعطوني افكار. فكنا في مراحل تطوير لمده سنه كامله الى ما صار الفيز الاخير اللي مهندس ريان. بس عشان ضيق الوقت لمية كانت تسال سؤال بس على موضوع الدورات. على موضوع الدورات انت كمان مهندس ريان بتقدم دورات تدريبيه للشباب، فنبغى نعرف ايش اكثر الاختراعات المفيده اللي بيقدموها الشباب وانت فخور فيها. الله يعطيك العافيه. انا نحن طبعا الورش التدريبيه اللي بنقدم في الالكترونيات، في البرمجه، في الروبوتك بشكل عام، والذكاء الاصطناعي. واحده من اهم صراحه المشاريع اللي افتخر ان طلابي يعني قدموها، واحد من الطلاب سوى حساس حراري. طبعا في المباني انتم عارفين موجود في السموك ديتكتور، هذا حساس الدخان، ولكن هذا من اهم عيوبه انه ما حيشتغل معك الا اذا وصل الدخان من الارض الى السقف. صحيح، هذا يعني كده حتكون النار اصلا قد اشتغلت اصلا. صحيح. ففي حساس حراري ثيرمال، هو طبعا هذا الحساس نحن وصلناه مع دائره الكترونيه، بيكون بيكشف لك المنطقه اللي هي فيها كبيكسلز، يحولها الى بيكسلز، ويقدر الحساس يقيس كل بيكسل من هذه النقاط كم درجه حرارته. هذه احد الاختراعات اللي اضفتوها. هذا واحد من الاختراع من الطلاب، ما شاء الله. طب عشان الناس اللي بيشوفونا الان عندهم اي احد حاب يكون مخترع او حاب هذا المجال، ممكن الان يلتحق باحد الدورات اللي احد الورش التدريبيه اللي بنقدمها. نعم. اي مستوى علمي تعليمي يكون عندهم. احنا بنبدا من الصفر، احنا في الجامعه العربيه المفتوحه، احنا الان مقرنا في الجامعه العربيه المفتوحه، وقاعدين نعمل ورش تدريبيه للطلاب والطالبات من الصفر. مين ما يكون اهم شيء يعني هو مخه نظيف، اهم شيء الفئه العمريه. بس احنا بناخذ الورش العمريه دي، في ورش التدريبيه بناخذ فئه عمريه فوق ال 12. جميل جدا. شكرا مهندس ريان عطار المخترع السعودي على تواجدك اليوم معنا في ساعه شباب. نتمنى ان اختراعاتك كلها تشوف النور وتخدم المجتمع وتفيدهم بالنهايه. بالتوفيق دائما ابدا. في ناس كثير ترى حيبداوا يمشوا على نفس مشوارك، لانه هذا اللي احنا نحتاجه في المستقبل القريب واللي بيصير. وان شاء الله نحن نكون بنتيح الفرص للناس الان، انه زي البيئه الخصبه اللي الطلبه والطالبات بيقدروا يحطوا وجودكم واستمراريتكم. شكرا لك مهندس ساري. الله يعطيك العافيه. احنا حنكمل سوالفنا ومواضيع مختلفه، موضوع عن السكر، وموضوع عن برجر. برجر يعني في كذا حاجه مره مهمه حنحطها في عين الاعتبار. اكيد. بس خليكم معنا. برغم من الصعوبات اللي بتواجه الشباب عشان يكون لهم بزنس خاص فيهم، ولكن في الفترة الأخيرة شايفين ما شاء الله كثير من الشباب تفوقوا في هذه المجالات، وصار كل شخص فيهم عندهم بزنس. ليش؟ لأن الإرادة دائما بتكون موجودة في طريقهم. بروجكت بايت هو الاسم اللي كسر الروتين لفكرة المطاعم اللي بيطروها الآن الشباب، وحنعرف من خلال ثلاثة شبان يانج فريش بأفكار جديدة مشرفين اليوم في الاستديو معانا.
معنا ياسر الايتاني وايضا يوسف الايتاني وحمزه بديري، حياكم معنا في ساعه شباب. اهلا فيك سيد. الثلاثه مؤسسين لبروجكت بايت، ها؟ اكيد الحمد لله، منورين ومشرفين. طيب نبغى نعرف قصه بروجكت بايت قبل ما نبدا في اي تفصيله، خلينا نسالك يوسف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الخلق. اول شيء طبعا قصه بروجكت بايت هي بدات تقريبا قبل 6 سنوات، كانت بدايتها مكالمة هاتفية عبر السكاي. طرحنا فيها فكرة إننا إحنا نفتح مطعم أو مشروع، فمشروع مطعم. فبالتالي خلال 5 سنوات بعد الفكرة حمزة رجع من السفر، طبعا هي كانت مكالمة سكاي بحكم البعد الجغرافي بيننا. صحيح. فأول ما رجع كان في بيننا اجتماع جدي فعلي للخطوات اللي حنحطها عشان نبدأ ونمشي في المشروع ده، اللي هي تقريبا كانت قبل 1.5 سنة. فجلسنا مع بعض. طبعا حمزة كان ما شاء الله تبارك الله شغال هناك في مطعم إيطالي، وتعمق في الأكل الإيطالي ما شاء الله تبارك الله، وأخذ النوليج تقريبا والنوهاو ورجع. وياسر بحكم أنه فين كان حمزة؟ كان في كندا يدرس. كندا، حلو. نعم. أوكي. وحمزه بحكم اللهم صل وسلم عليه الصلاه، اللي هو السيف سبوت حقته المطبخ، كانت من حكم انه يتفرج القنوات الطبخ باستمرار. ياسر معلش. بتطلع انتوا هناك بتتعبوا في الطبيخ، فبتتعلموا كل الطرق اللي تسهل لكم يعني. وكان يحب يشتري الكتب الطبخ ويبتكر وصفات خاصه فيه. ممتاز. بديتوا تنافسونا في هذا المجال يوسف وياسر وحمزه حقيقي، وانا اعترف لانه المطعم بدينا ننافسكم. بديتوا تنافسوا على فكره افضل طباخين العالم رجال. طيب اوكي بليز. هذا واحد. اثنين بدينا احنا من منذ الازل على فكره فنانين. ما راح اختلف معك اليوم ما راح اختلف معك اليوم في اي شيء. ليش يوسف؟ لاني حقيقي رحت المطعم وجربت اكلكم ما شاء الله تبارك الله. والمطعم اي شخص ممكن يسمع يقول طب المطعم يعني زي اي مطعم برجر ممكن يكون موجود، ولكن اللي يميزكم من ناحيه المكان والبيئه يا ريت تكلمنا عنه عشان الناس يعرفوا اكثر. بامانه احنا كبدايه بعد ما خلاص وي ديسايدد انه تو جو في المشروع انبت، فركزنا في المكان اللي هو كان المحفز الاساسي الاول اللي خلانا نتحرك. حلو. فكان عندنا اللي هي اللوكيشن لوكيشن لوكيشن، هذه اهم اساسيات لو الواحد يبغى يفتح مطعم فيها لازم يراعيها. اللوكيشن الاول اللي هي الموقع الجغرافي، اللوكيشن الثاني توفر المواقف والمساحه، واللوكيشن الثالث اللي هي سهوله الوصول للمطعم. حبينا احنا انه نبدا المشروع ونكون مغطين الجوانب هذه الثلاثه. فعلا يعني اسمها بروجكت، يعني بروجكت بايت. طبعا احنا كلوكيشن الحمد لله بفضل من الله وتوفيق انه احنا اللوكيشن حقنا كان مميز بحيث انه يربط حيين كبيرة في جدة بين بعض. هو هذا كأول برانش انت تقصد؟ أول بر إن شاء الله. ولازال احنا مترقبين طبعا للبرانشز الجاية. خلينا أسألك ياسر عن فكرة افتتاح المطعم في يعني في تميزه الداخلي، يعني احنا شفنا اللوكيشن هو من أهم الأمور اللي ذكرها. نعم. لكن في حاجة ثانية أيضا، ايش في أمور ثانية ممكن نعرفها داخل المطعم؟ والله طبعا أولا أول شيء كنا مهتمين فيه انه يكون الكاستمر اكسبيرينس. طبعا الكاستمر اكسبيرينس كانت مهمه بالنسبه لنا، لذلك حبينا انه نتنوع في المنيو ليتناسب مع جميع الاذواق في المجتمع. كيف؟ بحيث انكم توفروا ايش؟ انه لانه نحن كنا بالامانه نجي طالعين شباب مع بعض مثلا، اوكي؟ فين تبون نروح ناكل يا شباب؟ تختلفوا. انا والله مشتهي بيتزا، انا مشتهي برجر، انا مشتهي سمثينج كريسبي يقرمش اللي هو. ف قلنا ليش ما نجمع هذول الناس المختلفين في مطعم واحد بحيث انه يكون الاكسبيرينس حقهم فير انف، انبسطوا في الاكسبيرينس اولا، وثانيا ركزنا على ثلاثة اشياء مهمه اللي هي الجوده وال قول معايا كمان الكاستمر اكسبيرينس والبيئه نفسها حقت المطعم كيف بتكون، بحيث انه الكاستمر لما يدخل عندنا مش جاي مجرد انه ياكل ويجي ماشي، لا يتعلق في المكان يقعد يستوعب انه المكان هذا فعلا متعوب عليه من ناحيه الديكور. جميل. طيب يوسف خليني اسالك من ناحيه التسويق، كيف قدرتوا انكم تسوقوا لمطعم خصوصا كمشروع مبتدئ لشباب؟ فهل بديتوا من السوشيال ميديا؟ ايش سويتوا بالضبط؟ والله بكل امانه واكون صريح معك، واحنا بدانا طبعا احنا لازلنا في السوفت اوبننج، فاحنا كبدايه
الى الان بامانه ما سوينا اي ماركتينج او سوشيال ميديا، لكن احنا وضعنا خطه تسويقيه في مرحله الاعداد، واعتمدنا فيها على الفور بيز اللي هي البرودكت والبليس، البرودكت المنتج، البليس المكان، البروموشن اللي هي الترويج، والبرايس. فكانت هذه كلها داخله من ضمن الخطه التسويقيه. في خطة إن شاء الله حتتطبق بعد ما نقرر إن شاء الله في الفترة القادمة إننا نسوي الجراند أوبنينج، وحنبدأ حاليا معتمدين على الورد أوف ماوث اللي هي كلمة الزبون، بحيث إنه بنقدم له بيئة مريحة، منتج بجودة عالية يعجب الشخص، ويبدأ بالتالي هو يروح يبدأ يسوق. حل التدرج في انك تاخذ المشروع او الفكره ستيب باي ستيب، لانه أكيد. في تغيرات تحصل أكيد. طول الوقت. ذكر ياسر نقطه مره مهمه، حكايه الجوده. خليني اسالك حمزه حسابينك الاخير، عشان ايش؟ بما انه كندا علمتك حاجات مختلفه، نتكلم في حكايه الجوده أكيد. كيف هي مطلوبه في الاكل بشكل مهم في كل في كل في كل الامور او المشاريع الشبابيه موجوده، ولكن في الاكل بنسبه جدا عاليه، لانه صاروا الناس مرة أذكى في صحيح. نشوف جودة الأكل كيف بتراعوها؟ الراعي صار أفضل. yes. 100% بكل أمانة إحنا من أهم النقاط اللي بنراعيها عندنا في المطعم إنه نقدم برودكت جودته عالية. كيف؟ دحين أقول لك كيف. أنا جاي أحمس أنا. طيب وفي نفس الوقت برايس البرايسز اللي حاطينها مقارنة بجودة الأكل مناسبة جدا لأغلب طبقات المجتمع. تمام؟ فإحنا بنراعي الجودة كيف؟ مثلا عندنا المواد كلها الانجريدينتس حقت الفود بنحضرها بشكل يومي، بتجينا الخضار فريش يوميا بنقطعها وبنظبطها، الدجاج يوميا بيجينا بنعمل له كوتينج وبنظبطه، كل حاجه فروم سكراتش، حتى عجينه البيتزا بيوم بشكل يومي بنسوي العجينه. يس سو اذا العنصر الاساسي انه كل شيء فريش، كل شيء فريش فروم ذا سكراتش، من غير فريش اي مسؤوليه، بنبذل جهد فيها بالعمالة مجهود طبعا، بس لانه حريصين جدا انه الزبون، لانه نحن نحط نفسنا في مكان الزبون دائما 100%. مو بس انا لما ادخل المطعم فعلا ابى ادخل وابى اكل منتج جيد، وفي نفس الوقت بسعر مناسب، وفي نفس الوقت ما يكون انه في خلل في الطبق، ولا يكون في شيء خربان، ولا يكون في شيء مثلا صحيح صحيح. طب حمزه بسالك، يعني كمان عندكم انتم شيء مميز وجديد بالنسبه لمطاعم البرجرز اللي بنشوفها عندنا في السعوديه، انكم تعملوا كل ثلاثاء ميوزك نايت مع الاكل، او كل خميس تمزح. صحيح تخيل كل خميس، وما شاء الله حمزه هو اللي بيغني وبيعزف في المطعم. ايش الاله؟ مو بس انا جيتار وبيانو، بس مو بس انا برضو بعمل سبورت للارتست، اللوكال ارتست اللي في جده، بقول لهم اذا حابين تعملوا بيرفورمنس عندنا في المطعم يو ار موست ويلكم انكم تيجوا. من فين جاتكم الفكره انكم مطعم برجر كذا تسوي ميوزك نايت؟ وهلا حطوا انه فرق لما بيجوكم الزباين ياكلوا مثلا في الميوزك نايت عن الايام العاديه؟ بكل امانه الثلاثاء هذا اللي هو امس كنا ما راح نسوي ميوزك نايت لاسباب معينه، لكن لما شفنا انه الزباين they are pushing for it، بيقولوا لنا يا جماعه يعني وين فعلا فين الميوزك نايت؟ احنا جايين سمعنا عنكم، احنا جايين قبل كده كل ثلاثاء انتم بتقولوا في ميوزك نايت، فاصرينا انه احنا نعمل الميوزك نايت رغم الظروف. كلكم كنتم متفقين طبعا على الفكره؟ كنا متفقين، بعدين للحظه تراجعنا لاسباب، وبعدين طلب اللي مغلبتكم طلب الزباين برضه، ما نبي نزعل زباينا اكيد اكيد، الزبون يكون مرتاح عندنا. عموما ضيوفنا يعني مؤسسين مشروع بروجكت بايت، نتمنى كل التوفيق لكم. فكره يعني كثير مشاريع شبابيه طلعت الان، لكن كل واحد بيحاول يتميز، وانتم قدرتوا ان شاء الله تستمروا على هذا الموضوع. حمزه بديري وايضا ياسر العيتاني ويوسف العيتاني مؤسسي بروجكت بايت، شكرا لكم. تسلم تشرف بوجودنا معاكم، وشرف لنا جدا على البرنامج الرائع. الله يسلمك، رائع بوجودكم والله، بافكاركم وبانجازكم. شكرا لكم، يا هلا والله. تسلمتونا، جاهزه لل أكيد عندنا أخبار بعد الفاصل، يلا راجعين. آخر الدراسات وآخر الأخبار اللي بنسمع فيها من حول العالم ما راح تخلص أبدا، وخصوصا في هذه الفقرة، وراح نبدأها مع أول الأخبار مع تراد. في الأحداث الطبيعية والأعاصير دائما بنلاقي ردود فعل مخيفة، والناس كده هلع وشيء
الناس تخاف يعني من العاصفة بشكل عام، لكن لما جاء العاصفة الثلجية هذه كان في أطرف رد فعل لحصانين وتوثق بالفيديو اللي راح نشوفه الآن في هذا الخبر اللي توثق. يقول لك التقطت في مزرعة بضواحي مدينة هويل في ميتشيغان، ويظهر هنا شخص يفتح الباب للحصانين شوف لمية ليخرج للتريض، وبالفعل خرج الحصانين وعلى كل منهما غطاء يحميه من البرد، وما ان تحرك الحصانين حتى فوجئ بعاصفة ثلجية وبلا أدنى تردد رجع مرة. أنا رايح فين؟ أنا راجع تاني. عمرو دياب سلم عليكم. مستحيل كمان هو اللي يعني عامل لهم مقلب، ماني فاهم ايش، ما يحس فيهم، ما شوف استوعب فجأة يعني برد، يمكن حسوا يعني من جد يعني سبحان الله. هذا اللي كل اللي نقدر نقوله في مثل هذه المواقف وهذه الفيديوهات اللي بنشوفها دائما. والى خبر اخر، حادث سياره يحطم قواعد الطبيعه، وهذا يمكن من اكثر الحوادث اللي نشوفهم في الافلام، ولكن صار في الواقع زي ما شايفين في الصورة اللي طالعة الشاشة. حطم سائق سيارة في ولاية كاليفورنيا كل قواعد المرور والطبيعة عندما طارت سيارته في الهواء واخترقت جدار الطابق الثاني في مبنى على جانب الطريق، وطبعا أثارت صور السيارة العالقة في المبنى الدهشة بشأن طريقة وصولها إلى هذا الوضع الغريب. كل واحد بيتفكر أنه كيف طارت السيارة ووصلت الدور الثاني، يعني شيء من جد غريب بنشوفه في الأفلام الهندية وأفلام الأكشن، بس أنه يصير على أرض الطبيعة يعني هذا أول مرة صراحة نشوفه. وقالوا أيضا أنه تمكنت قوات الإنقاذ من تحرير الأشخاص من داخل هذه المركبة العالقة على ارتفاع أكثر من 3 أمتار. شو الوضع من الأرض؟ الوضع صراحة غريب مرة يعني، بس هي أحلى الأمور لما كانت لو كانت توثق يعني لايف حقيقة، إني بنعرف إيش اللي صار وكيف طارت السيارة وصلت السيارة فوق بالضبط. أبى أعرف إيش خبرك عن الكسل. الكسل ما تبى تقوله أنت؟ لا قولي لي أنت عشان أبى أسمع القصة منك، أتحمس قصة الحيوانات بتقوليها. طيب قولي لي. حلو حلو لا ما عليك اليوم. حلو حركاتك تعجبني تكون على الهواء. عموما الكسل يخلق حالة سلام مدهشة، تخيلوا بين زرافة وأنثى الفهد، يعني صار في سلام في هذه اللحظة لأنه كل واحد كسلان ما يبغى يقوم يحارب الثاني. ففي النهاية التقى قطيع من الزراف مع أنثى فهد في محمية ماساي مارا الكينية، وعلى الرغم من كونها جائعة إلا أن الكسل جعلها تسترخي على الحشائش تحت ضوء الشمس ليقف خلفها قطيع الزراف في حالة سلام تام. يعني أنا أقول لكم إيش كان الحوار الداير، كانوا الزرافة وقاعدين يقولوا يا الله نروح، في أنثى فهد هناك موجودة، نروح ما نروح، نمشي ما نمشي، مترددين كان فيهم خوف. بعدين أنثى الفهد قالت والله أنا جيعانة بس ما في أتحرك لأنه في كسل، ويعني الجو مناسب والحشائش تحتي وضوء الشمس من فوقي، فخليني مستلقية شوية أعمل تان. أوكي الين الزراف طبعا عدوا على بسلام وما صار شيء بسبب الكسل، والثاني اللي اخذته في النهايه. اول مره اعرف انه الكسل يعطينا فائده مهمه، لكم تتخيلوا لو حطينا هذا الامر على ارض الواقع وتعاملنا مع بعض بكسل شويه حنلاقي الامور احلى واجمل من كذا مره بكثير. عموما نتعلم سبحان الله. ايش رايك في الثاني؟ مشاهد حيوانيه تعلم البعض. ها ايش رايك في الثاني اللي اخذته انت؟ هي اهم حاجه الاستلقاء، انت بعد ما قلتين عشان كذا يهمنا اسمع القصه منك. عموما خذي قصه الاكتئاب اللي بيصاب فيها كثير من الناس في وقت الشتاء، ايش فكرتها وايش اللي صاير؟ ويقول لك الناس تاكل كثير ولا ويتخنوا ويظلوا متضايقين، هذه هي الحاله الحقيقيه. ليش من جد يعني المفروض الشتاء يجيب السعاده. دحين اقول لك ايش قالوا الاطباء. مجموعه الاطباء حددوا العوامل المسببه لحالات الاكتئاب هذه اللي بتصيب البعض في موسم الشتاء، انا اقولها بنفسيات، من بينهم 1 زياده معدلات هرمون الميلاتونين المتحكم في الحالة النفسية والمزاجية نتيجة زيادة عدد ساعات الليل، بنشوف الليل بيكون مرة طويلة، يعني نقعد نسوي كل حاجة ولسه الليل ما خلص، فهذه واحدة من الأمور اللي بحسسك بالخمول والإجهاد، خلي يحسسنا بالخمول إذا حيكون في سلام زي ما قلنا، لكن مو في كل وقت. 2 عندنا اضطراب الساعة البيولوجية نتيجة اختلاف عدد ساعات النهار والليل مما يؤدي إلى عدم تنظيم أوقات النوم والاستيقاظ، زي اللي بيداوموا شفتات مساكين عندهم مشكلة في حكاية انهم ايش اقول لك، انهم يعني يوزنوا وقتهم او انهم يصحوا في اوقات. حقيقة انا يعني ما شاء الله عليهم قدرة هائلة انهم هم عندهم
تحكم في الساعة البيولوجية لنظام الشفتات، الله يعينهم يعني. طبعا. آخر حاجة يقول لك إضافة إلى أن عدم التعرض لأشعة الشمس يؤدي إلى نقص فيتامين د، ما ينتج عنه اضطراب مزاجي يرفع الإحساس بالاكتئاب، وأوقات إذا كانت الحالة حادة لم يسمعت أنه ممكن يسبب كساح لا سمح الله. أكيد أنت ذكرتني أنه الدكتور كتب لي حبوب فيتامين د ولازم أخذها، ولين دحين ما أخذها كلنا والله، حتى صدق مش اشتريتها أصلا ونسيت. بس والله لا تسيبيها لمية، والله ترى مرة مهمة. كورس أسبوع لمدة 3 شهور أو 6 شهور حبوب الإبر؟ حبوب. أوه أوكي، بس والله حقيقي حيفرق معاكم. عموما هذه اسباب اساسيه، فلا تكتئبوا ولا تتوقعوا نفسكم نفسيات الا في البعض، في بعض الناس نفسيه والله لا يجيب النفسيه خصوصا في الشتاء، الشتاء ما يجيب الا الراحه النفسيه مو النفسيه. عموما مكملين معاكم فقراتنا، فاصل قصير ونرجع لكم. كل الناس يطراد صديق ومشاهدين عندهم حب مو طبيعي للسكريات والحلويات والشوكولات، وأول ما يقرروا أنهم يبدأوا نظام غذائي هنا أوكي أنهم يبتعدوا عن كل الأشياء اللي أنا أسميها سعادة، سعادة في الحياة. لازم طبعا هم مضطرين، يعني مو أنه مجبورين أنهم يبتعدوا عن هذه السعادة اوكي، خصوصا في الاجواء الجميله. قلبي انا يوجعني في هذه الفقره صراحه، لانه حقيقه يعني الشوكليت والشوجر بشكل عام هي من الامور صميم الحياه وصميم السعاده على قولك، لما حنتعرف على البدائل اللي حتخلينا سعيدين ولكن بالشكل السليم والصحي. تبغوا تقتنعوا ما تبغوا تقتنعوا براحتكم، هذه البدائل الموجوده حنعرفها اليوم مع اخصائيه التغذيه وجدان البرادعي، حياك معنا في ساعه شباب. الله يسلمكم. وجدان الله يسلمكم، لي الشرف اكيد طبعا. الله يسلمك. طيب يعني المساله اللي قالتها سعاده، انا شايف الموضوع بالنسبه لي اهم حاجه السعاده، يعني احنا بنحاول نكون سعيدين عشان ايش؟ ناخذ الشيء اللي يريحنا شويه نفسيا. حكايه انه وجود بدائل للسكريات هذه حقيقه، ولكن الناس ما تعرفها بشكل كبير. صحيح. قد ايش ممكن الواحد يغير في حياته ويبدل السكر العادي بامور ثانيه؟ هي المسألة بس مسألة تعود، زي ما هي بتقول كده الموضوع بالنسبة ليها سعادة، تعودت إنه يكون ده مصدر سعادتها، فالتبديل بس من السكريات والحلويات بالشكل ده للشكل اللي هو الصحي أو الطبيعي مسألة تعود، الواحد بيتعود عليها وبيرجع يتأقلم، وبالنسبة لي تصير مصدر سعادة أكيد طبعا، وفي الأخير هي صحية وطبيعية ومفيدة. إذا حنتكلم عن البدائل بالنسبة للسكر أو الحلويات، في البدائل الطبيعية نبدأ مبدئيا مثلا بالعسل النحل الطبيعي، يعني نقدر نضيفه للأكل، يعني في بدائل ممكن تأدي نفس الوظيفة. بس هل العسل يعني إذا نحتاج سكر في حلى مثلا بنسوي نضيف العسل؟ لا، ممكن هنا نبدل مثلا بسكر جوز الهند كبديل في الحلويات، أو مثلا سكر الفواكه برضو كمان كبديل تاني نضيفه للحلويات او المنتجات اللي احنا نفضلها. ويعطينا نفس السعادة. نفس السعادة طبيعي اكيد طبعا اكيد، زي ما قلت هي مسألة تعود، الواحد كيف بيتعود على نكهة الاكل وطعم الاكل، ومع الوقت حيبدأ يتغير هذا كله. مسألة تعود لمياء. طيب صحيح، هو مسألة تعود، في ناس ممكن تقتنع وفي ناس يعني ممكن ما تقتنع. يعني انا عني طبعاً. مثلا ما احب الحلويات بشكل عام، مرة ما اكل حلويات في السنة حسنة، ولكن الشوكلت وحط تحتها 20,000 خط. أيوة. الشوكولات بالنسبة لي سعادة. أكيد. برضو أحاول أني أبتعد لأني عاملة دايت، لكن في يعني مرضى السكري هذولي كيف ممكن نحن نعطيهم بدائل صحية عن السكر، ممكن يغنيهم عن السكر الطبيعي اللي بناكله، يعني السكر الصناعي؟ يعني أكيد إذا هنتكلم مبدئياً على الشوكولات ممكن نستبدله بالدارك بدل ما يكون ميلك شوكليت ولا يكون فيه، فالدارك شوكليت فعلا بيعطي سعادة نتيجة للمكونات الشوكولاتة نفسها، وفي نفس الوقت ما فيها سكريات عالية، فإحنا بنستفيد ومن غير ما يزيد الوزن أو بيأثر على الكالوريز حقتها أعلى صح؟ لا، للدارك شوكليت لا بتكون أقل. والله أحد أخصائيين تغذية قال لي الدارك شوكليت نسبة الكالوريز فيها أعلى بشكل عام، مو السكر الكالوريز. لا، لأنه غالبا بيكون فيها الدهن أقل وبيكون فيها الشوجر أقل من الشوكولات العادي. بالنسبة لمرضى السكر ممكن يستخدموا مثلا الفواكه الطبيعية كبديل للحلويات اللي ممكن تأثر عليهم ترفع لهم مستوى السكر.
حلو. طب يعني ممكن مثلا نقرن نفسنا بمرضى السكر وناخذ هل حنكون زيهم في حكايه الوقايه، ناخذ نفس المأكولات والبدائل حقتهم عشان نكون في السيف سايد؟ صحيح اكيد هذا الكلام؟ اكيد صحيح؟ طبعا إيه، يعني هذه القاعده الاساسيه. اكيد حتى لو كان الشخص سليم او ما عنده اي مشاكل صحيه لا سمح الله، يستبدل بالبدائل الطبيعيه عشان يحافظ على صحته. اكيد طبعا. طيب طب هي مساله تقبلنا لهذه البدائل ترى تاخذ وقت، أكيد ومساله تعود زي ما ذكرت، وهذا شيء احنا متاكدين منه، ولكن هل في طريقه مثلا ادرج فيها هذا الموضوع؟ يعني بما انك اخصائي وتعرفي تحديدا كيف الواحد يطعم نفسه بحاجات ويبدلها بحاجات ثانيه، لانه تمام انت بتتكلم مع شخص يعشق الشوكليت بشكل مو طبيعي والحلا، وبعاني حقيقه واستبدلته بالبرتقال ويوسف الفندي اوقات، فنفع بس ما قدرت اكمل اوقات. طيب ممكن يكون الموضوع التدريجي، ما ينفع ابدا نقطع اي عاده تعودنا عليها بشكل كامل. طيب بشكل تدريجي ممكن يكون مثلا مع حسابات السعرات الحراريه اليوميه، مع النظام الغذائي بيكون في الفطور في الغداء في العشاء والسناكس اللي موجوده بناتهم، تتحسب هذه كلها وتدريجيا بيبدا انه احنا نستبدل مره في شوكليت، مره في فواكه، مره في نوع ثاني تدريجي. ذكرتيني باللي ينصح بموضوع الدخان اقلاله تدريجيا. كل عاده يعني كل عاده اي عاده حقيقه بنقطعها تدريجيا، يعني ما بنقدر يعني مثلا انت تحب شيء معين او في علاقه او في اي شيء ممكن هذا ممكن يسبب لك صدمه في حياتك لو قطعته فجاه، ولكن كل شيء اذا كان تدريجي راح تتعود تدريجيا على انك تبتعد عن اشياء معينه في حياتك او عادات صفات اكل كل اشخاص صحيح. كل شيء بالتدريج راح ينفع مع كل انسان اتوقع. ولكن في الفتره الاخيره شفنا كمان محليات بعض الاشخاص يستخدموها اللي عاملين دايت ما يعرفوا انها لها اثر سلبي على الجسم على المدى البعيد، بيقولوا هذه دايت. سويتنرز ايوه سويتنرز بالضبط يس بيضيفوا لنا القهوه للشاي لكل شيء دايت سويتنرز نقدر نقول عنها. هي مشكلتها طبعا بما انها صناعيه فبيكون فيها مواد مضافه في عمليه التصنيع، يعني مشكلتها انه الجسم ما بتخلص منها بسهوله. مع المدى الطويل هي طبعا بتتخزن في الكبد، مع المدى الطويل لا سمح الله ممكن تعمل مشاكل صحيه زي مثلا التعب، الدوخه. انا سمعت انها تسبب اوقات اكتئاب. اكتئاب بالضبط. الحمد لله الحمد لله لا سمح الله فقدان الذاكره كمان هذه حاجه من الاعراض بس قيل انها على مدى بعيد جدا. على مدى بعيد بالضبط، احنا بنتكلم على المدى البعيد يعني مو بشكل يوم يومي انه بيستخدموا، احنا بنتكلم على حاجه بتاخذ سنين. طب مرضى السكر انا شفتهم بيستخدموها، فهل هي مفيده ايضا لمرضى السكر؟ حتى بالنسبه للاضرار حتى المرضى السكر بيكون عندهم نفس الاضرار، بس مرضى السكر ممكن يستبدلوا بسكر الفركتوز او سكر الفواكه، ده السكر بالنسبه ليهم افضل، ما بيرفع لهم مستوى السكر في الدم وبيساعدهم انه يحافظوا على مستوى السكر. صدق انا احس مساله كلها مانجمنت لعدد الكالوريز او نسبه السكر اللي باخذها، انا ممكن اكل اي شيء ولكن بنسبه معقوله يعني اوزع. ايوه بالضبط. بس طبعا ما عندك توزيع ولا عندك توزيع مين يا عمي احنا ما شاء الله. هو هذا زي ما قلنا لازم يكون في توزيع للاكل مع حساب السعرات الحراريه اليوميه من ناحيه السكر، من ناحيه البروتين اللي بناكله، الكربوهيدرات اللي هي النشويات مثلا، هذه كلها اذا كانت محسوبه اكيد الشخص طبعا بيكون في امان ومطمن، يعني ان شاء الله ما يكون عنده اي مشاكل. بكل امان يعني وجدان، هل يعني في اشخاص ممكن انهم يوصلوا لدرجه انه اقعد احسب كم كالوري انا باكله في اليوم عشان اقدر اكل حلا او اقدر مرحله بمراحل زي كذا؟ لا بعدين وقفت ما بيستمر في هذا الموضوع. كان عندي هدف معين بس ايوه بس يعني ما اتوقع انه حيقعد يحسبوا كم كالوري اكل. والله انا الصراحه ما شاء الله تبارك الله حالات كثير بتعدي عليه بشوف بيحسبوا فعلا كم كالوري في اي حاجه، اي منتج بياخذه من السوبر ماركت من اي مكان، كل حاجه مكتوبه بيسجلوا بيحسبوا لهم. دحين صار في ابز مثلا يعني بس بتدخل بتسجل وبتساعد تحسب لك. تعرفي حاجه زان ولم تعرف متى الواحد حيفعلا يحسب الكالوريز ويبدا يدقق؟ لما يعرف قيمه الجسم ويعرف قيمه كل حاجه تدخل الجسم ايش ممكن تسوي من اضرار او ايش ممكن تفيده. اكيد طبعا اكيد اذا كان اكيد الشخص مهتم بصحته وخايف على صحته اكيد طبعا بيهتم بهذا الموضوع. طب الحمد اللي يقول لك انا ما احب الحلويات حقيقي مريحه بالك الحمد لله اني ما احبها. طب اللي يقول لك انا اكل سكر بس العب رياضه
طبعا نقول لو سمحتوا لا تقولوا ابدا هذه الفكره او لا تفكروا بدي الطريقه، لانه اذا كان كميات السكر بكميات كبيره وبيمارس رياضه، يمكن الرياضه دي اللي هو بيمارسها ما بتكفي او ما بتحرق السعرات الحراريه اللي هو بياكلها بشكل كبير او عالي. المفضل يكون في توازن بين الاثنين، بين كميه الاكل اللي احنا بنتناوله وبين الرياضه اللي احنا بنمارسها، عشان اكيد طبعا والتايمينج توقيت توزيع السكريات. اكيد طبعا الليل بلاش في الصباح مهم قبل النادي ممكن اكيد قبل الرياضه هذه شنط اكيد طبعا حتى شنو نوصل لها صراحه حسابات مهمه بس في الاخير اكيد هذه لصحه الشخص نفسه اذا كان مهتم بصحته. طب اللي يحب ياكل شوكليت قبل النوم حاجة عندك برضه خذي ثاني الدارك شوكليت مهما كان الدارك شوكليت بيكون افضل السيئين يعني. يلا تحيا يحيا الدارك شوكليت دائما وابدا. احنا ما حنعمل لا بس دائما احنا ندور عن البدائل الطبيعيه. هل في بديل عن الشوكليت الطبيعي نفس الطعم؟ لا اكيد ما في ما في غير بديل الطبيعي اللي هي حبه الفاكهه مثلا. البرتقال والله انا فرق معايا بيفرق كثير فعلا، نفس السعرات الحراريه نفس كميه السكر بس في نفس الوقت انت بتاخذيه ترى هي كمان مساله طبيعية. ما هي كمان انا استطعام مساله الجسم يحتاج سكر فانا اشبعه بالسكر الطبيعي. لا لا هي استطعام بالنسبه انا عارف انت ما شاء الله استاذه في التذوق لمية بس انا اقول لك لو اخذت البرتقاله ما حتقول يا ابغى شوكليت حتلاقي نفسك خلاص اه ام فاين. ايوه اكيد طبعا ما في شيء ممكن يعوض الشوكليت. شكرا لك اخصائيه التغذيه وجدان البرادعي على المعلومات اللي قدمتي لنا هي اليوم. نحن ان شاء الله راح نحاول ان شاء الله تدريجيا نحاول نخلي كل بدائلنا عن طبيعيه بالسكريات. تعرفي في المشمش والله انا بالنسبه لي رجعنا لها مره ثانيه سيريسلي انا بالنسبه لي تغيرت اسبوعين يعني في عادات كثير كنت اسويها في الاكل بطلتها وصرت استخدم البدائل دائما في الاكل قولي دائما لنا في قولي لنا يعني انا بدل ما صرت اكل مقلي صرت مشوي مزبوط. صرت سلطات حلو ما تعرفني اسبوعين يعني لا حاجة. لا شكرا لك يعطيك العافيه وشكرا اللي تابعونا اليوم. انا صراحه والله انا ماسك دايت كويس السيليري مو مبين ان انا ماسك دايت هو مطلعني تخنان بس ابدا معلش قرار ماسك انا ترى ما في انتباه كل من الكرفت اعمل البرنامج هاشتاج ساعه شباب موجودين عشان تقولوا تعليقاتكم على مواضيع اليوم ودائما افهمونا صح لا تفهمونا غلط اهم شيء انه ما انتم شايفين وهو شافط انا ماني شافط انا شافط الجلسة ترى ما هي مريحة عموما ما راح يحسوا بجلستنا انا وانت هنا الا اللي مروا في نفس المكان ونفس الجلسة. عموما وصلنا لختام حلقتنا، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. ايميل وهاشتاج البرنامج ومرحبين بكل ارائكم واستفساراتكم. وبكذا اقول لكم فمان الله، معاكم انا لميا غالب وانا كنت معكم طلعت سندي. السلام عليكم.